مساحتنا الطبية هي الفقرة الأخيرة بصباحنا اليوم. مع اقتراب عودة المدارس رح تكون طبعا هالمساحة اليوم لموجهة لعالم الأطفال، ورح نحكي فيها عن أبرز الأمراض الشائعة طبعا بانتشارها بالمدارس مثل التهابات الكبد، الأمراض التحسسية، اليوم شو جديد المتحور الهندي دلتا وانتشاره بين الأطفال، الأهل كتير خايفين منه، طريقة انتشاره وهي الوقاية والعلاجات. اليوم كل هالتفاصيل رح تكون مع الدكتور محمد وائل شحادة، ماجستير بامراض الاطفال والرضع وحديثي الولاده. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير عن جديد دكتور، اهلا وسهلا فيك. يعني بلشنا مدرسه، ايام قليله بتفصلنا عن هي المدرسه، وفي نوع من القلق من ناحيه الاهل بهي الامراض يمكن او الفيروسات اللي عم ترافقنا وعم تتطور وعم تتحور بشكل جديد، او حتى الامراض التحسسيه والتهابات الكبد. خلينا نحكي اليوم عن ابرز هي المخاوف، سواء من التهاب الكبد، الامراض التحسسيه، المتحور الهندي وغيره. هلا بصراحه هو افتتاح مدارس بهي الفتره كان تحدي كبير يعني للدوله السوريه بهذا الوقت، بوقت انتشار الامراض. فخطوه يعني هي بدي لك انه جيده بافتتاح مدارس، لانه نحن بالنهايه ما فينا نوقف التعليم. اكيد السلاح الرئيسي باي مرض باي شيء هو التعليم اولا واخيرا. نحن حاليا بمخاوفنا حاليا بفتره المدرسه الحاليه هي ما صارت بس امراض المدرسه المعتاده، قمل الراس او التهابات الكبد او الامراض الانفلونزا العاديه، صرنا حاليا جايين قدام موضوع المتحول الهندي دلتا. هو من سلاله الكورونا بصراحه، والوقت الحالي ثبتت انه اصابته للاطفال بشكل سريع جدا. يعني بيكفي يكون عندي طالبين بالصف مصابين حتى يعدوا الصف كاملا. تمام. صار شيء مخيف يعني. هو صراحه شيء مخيف، يعني لانه هذا الشيء مو مخيف يعني نحن نرتعب ما نبعثه على المدرسه. نكون حريصين اكثر بتجديد الاجراءات الوقائيه. طفل هذا يكون معه البوكس تبع الصابون تبعه، يكون معه بشكيره الخاص. اذا ما في امكانيه معقم فالصابون كافي. الساندويش بيكون ضمن البوكس المخصص له. نحرص كثير على وجبه الفطور لرفع مناعه الطفل. النوم بالوقت المبكر مشان تزداد المناعه. نعم، يعني مثل ما قلت يمكن مرحلة اليوم ما كتير العالم بتعرف المخاطر تبع الفيروس الجديد المتحور الهندي قد ما أنا خايفة. يعني اليوم بيقولوا لك ما رح ابعته أول، بس أول كم يوم لنشوف شو الوضع بالمدرسة. قلنا الوقاية اليوم للأطفال، كمان في أمراض معينة إلى نفس الأعراض اللي بتشبهها كورونا. خبرنا اليوم بحال أنه إجا الطفل عنده أعراض معينة، كيف لازم تتصرف الام، وخاصه الخوف انه دائما يكون هذا سريع العدوى، يعني الاهل هنا عدوى او شيء، فكيف اليوم ممكن تتصرف الام؟ وهل اللي اخذ لقاح، لانه بنعرف هلا بلشت حمله اللقاحات، تقريبا 30% من الشعب السوري اخذ اللقاح، فاليوم اللي اخذ لقاح ممكن انه كمان ينصاب؟ هلا فكره اللقاح انه نحن مثلا من كل 10 تلقحوا ممكن مثلا واحد يصل يحتاج عنايه متقدمه منفسه او مشفى، اما بحال ما في تلقيح فكل 10 انصابوا ممكن 5 يحتاجوا عنايه متقدمه. فلاحظي انه قديش اللقاح عم يعمل عم يخفف لي الاعراض وعم يخفف لي الاجراءات ومصاريف حتى للاستشفاء. فهون كثير بتبرز اهميه اللقاح بصراحه. طبعا هو الكورونا فيروس متحور عم يغير السلالات ويغير الجينات تبعاته، فاللقاح ضد نوع معين احيانا عم يرجع يغير حال الفيروس ما بيعود يصيبه هذا اللقاح، بس بالنهايه في تصالب. يعني انا مثلا اذا تلقحت ضد سلالات الكورونا القديمه يعني اصابتي بالمتحور الهندي دلتا الحالي حتكون اخف، ما حتكون بنفس الشده رح ينصاب فيها شخص اللي مو ملقح نهائي. خلينا نحكي عن الجانب الثاني من الامراض يلي هلا صارت هي مثل ما بنقول يمكن ارحم علينا من الكورونا وارحم من انه نفكر بالمتحور الهندي. نتذكر الحصبه، نتذكر التهابات الكبد، الامراض التحسسيه. خلينا نحكي شوي عن هي الامراض وكمان كيف فينا نحمي اطفالنا منها. تماما. هلا بصراحه موضوع الامراض هي الحصبه والجدري والحصبه الالمانيه هي بفضل اللقاحات ما بقى شفناها كثير. يعني جدري اشوف الجدري بالمدارس بصراحه اكثر من طفل جدر واخذ تقارير طبيه لهذا الموضوع. تمام. الجدري طريقه انتشاره متى طريقه انتشار فيروس الكورونا هي قطيرات تنفسيه. فانا عم حط الكمامه، لاحظي كم مرض انا حميت طفلي منهم بس بمجرد ان احط له الكمامه. يعني اكثر مرض بينتقل بالقطيرات منهم التهاب القصبات، منهم الزكام العادي. فانا باستلزام الكمامه والتزام الصابون
حماية الطفل من حوالي 80% من الأمراض. حتى يمكن تخفيف شوي العدد بالصف، هذا شيء كثير كمان مهم خاصة بالأعمار الصغيرة إذا بدنا نقول، وبهي الفترة بفترة يمكن هذا المتحور الهندي السريع الانتشار مثل ما بنعرف، قد ايه مهم كمان التباعد مثل ما كنا نقول دائما بين الأطفال. مثل ما تفضلت وحكيت كمان دكتور، يمكن الإجراءات الوقاية كل البسيطة يلي لازم من هلا نبلش أو من قبل كمان نعلم طفلنا إنه يتعود عليها. تمام. هلا بصراحه بانظمه التعليم الحديثه يعني بتتبع نظام مونتيسوري وحضانات الاطفال الحديثه، معظمهم ما عم يحطوا كميات كبيره او عدد كبير من الاطفال ضمن الصف، بس ضمن المدارس الحكوميه بصراحه بعدنا عم نشوف 60 طالب بالصف 50 طالب بالصف للأسف. وما في مسافات والتباعد بين الطالب والثاني، هذا الشيء حيأثر. هلا بيرجع هذا الشيء سببه الاكتظاظ الموجود بمدارس ضمن المدارس الحكوميه بظل غلاء طبعا المدارس الخاصه والتعليم الخاص بهالفتره، فإذا ما حسنا أنه نقلل العدد على الأقل نكبر الصف بحيث تزيد عندي مسافة مكانية بين الطالب والآخر. نحن قبل هلا كمان كنا نشد على موضوع قمل الرأس بالمدارس، يعني كثير صراحة رجعتنا حاليا أمهات، أنا سعيد بهذا الموضوع، أنا عم تحرص على أنه تاخذ شامبو القمل أو تاخذ مشط القمل وتتعلم طريقة التمشيط، طبعا هي تكون على ورقة بيضاء عشان نشوف القمل ساقط قدامنا. بحال شفنا هيك حالات كمان غلي الملابس كثير ضروري للامهات، شافت اي حال قمل ففورا كمان حتى الناحيه الوقائيه كمان دكتور، يمكن فتره لثانيه قد ايه مهم نستعمل لاطفالنا هذا النوع يمكن من الشامبو لحتى نحميهم يمكن من القمل في حال وجود اي حاله موجوده بالصف او كل طالب ورفيقه بجنبه او قريب عليه. تمام. احنا هون وسائل النظافة الشخصية كثير ضرورية، يكون بالبيت لكل طفل وسائله الخاصة، يعني قصاص الأظافر، مشط الرأس الخاص فيه، فرشاة أسنان الخاصة فيه، هي كلياتها بصراحة بتخلي الطفل يهتم بنظافته أكثر وبالتالي تحميه من عدة أمراض خلال المدرسة. نعم، يعني في هون دور للمدرسة ودور للأهل، طبيعي يكون في شراكة بهذا الموضوع للتخفيف من أي أعراض. مثل ما بنعرف في أمراض سارية كمان مثل الحصبة والجدري، وخاصة في أعمار متقدمة بصفوف ما بيكونوا مجدرين هن وصغار، فممكن ينصابوا فيها على كبر. كمان هي يمكن الحالات المفروض يكون في وعي من الكادر التدريسي، اليوم هو حسب وزارة التربية تلقح ضد كورونا. تمام. بس باقي الطلاب يعني بنتمنى لو كان في لقاح للاعمار الصغيره مثل باقي الامراض، ان شاء الله بيصير حتى يصير في وقايه اكثر. خبرنا اليوم كمان يمكن دكتور اساليب الوقايه او الاسعافات الاوليه لاي عرض بيتعرض له الطفل من مرض معين، حساسيه معينه، والتهابات الكبد كمان كثير منتشره واحيانا الاهل بخافوا يفكروا كورونا كمان، فخبرنا هاي كيف ممكن يكون اسعاف اولي، هل بتفضل انه يكون في شيء مسكن معين ولا فورا على الطبيب؟ هلا بالنسبه لموضوع التعاون بين المدرسه والاهل، اكيد طبعا انه ايد لحالها ما بتسقف، فبده يكون في تعاون بين الطرفين. بالنسبه لموضوع الكورونا، كورونا اجت باعراض مختلفه جدا، بالسلالات الماضيه كانت تجي باعراض هضميه، اسهالات، اقياءات، حراره. هلا شو عم تجي؟ تمام. هلا عم تجي باعراض تشابه الحساسيه الموسميه. يعني عم تجي بحاله مثل التهاب الجيوب، مثل دماء، العطاس، مع انه سابقا كنا وجود عطاس او دماء عند الطفل ينفي الكورونا، حاليا عم نلاحظ اعراض كورونا هي طنين بالاذن، عطاس، دماء، سيلان انف، مثل التحسس الموسمي وجع تماما. وجع مفاصل موجود في وجع مفاصل، الاعراض الهضميه حاليا ما عاد ظهرت مثل قبل. تمام. عم تكون اعراض معظمها تحسس موسمي واعراض بتخص الاذن والانف الحنجره يعني اكثر. فهذا الشيء خلانا كمان نحن نفوت بضغط بينه وبين الامراض الثانيه، بس بنرجع نقول نحن اي عرض من هالاعراض كورونا حتثبت العكس، لانه بظل صعوبه اخذ المسحات للاطفال، بظل صعوبه اتخاذ اجراءات وتحاليل، طبعا تحاليل غاليه الثمن ومو متوفره بكل المخابر، فنحن اي عرض من هالاعراض بنقول كورونا حتثبت العكس. كمان بنتمنى من زملائنا الاساتذه او الاداره المدرسيه انه تمنح الطفل امكانيه يعطل بحال وجود اي من هالاعراض هي، يعني طبعا بحال حكوا انه في اعراض، يعني ما يكون كثير في صرامه انه والله عم يتمارض الطفل او ما عم يتمارض، لانه ممكن يترافق كمان دكتور مع حراره عاليه، ممكن يصير في حراره عاليه حاليا مع هي الاعراض. هلا وجود الحراره مع اعراض تحسسيه كثير بتوجهني كورونا، لانه التحسس عادي ما في حراره. تمام. هي عارض مهم خلينا نقول بالكورونا وبالمتحور اللي نحن عم نحكي عليه. دكتور مثل ما قلنا كاجراءات وقائيه او اسعافيه
مو وقائية أولية، شو ممكن الأم تتصرف؟ هل بتنصح كمان عزل الطفل فور يمكن شك الأم بوجود حالة كورونا، خاصة مع ترافق كل الأعراض اللي ممكن نشك فيها؟ لا بصراحة يعني عزل الطفل، فكرة الطفل يعني كائن بحب يلعب، بحب النشاط الاجتماعي، صعب. العزل على الطفل حيكون كثير له تأثيرات نفسية شديدة عليه، فبنحاول نعزل ضمن الإجراءات الوقائية أكثر، يعني كله كفوفه، كله كمامته، صحنه خاص، مشكيله خاص، كاسته خاصة، مشان ما يعدي باقي المنزل. إجراءات في المدرسة نحن بنفضل يكون في خطأ حرارة السيتامول فقط. أنا أعطاء بروفين أو ديكلون لمريض أحيانا عنده كورونا أو عنده مرض فيروسي ثاني ممكن يأذيه، فخاف الحرارة من المدرسة يكون عنده بس فقط سيتامول، عنده مضاد أخياء، عنده مسكن ألم، هو سيتامول فقط للأطفال. طبعا ما حنعطي أنتيبيوتيك بالمدرسة بدون استشارة الطبيب. يكون في لو انه مثلا سله اسعاف صحيه لحتى اذا لا سمح الله ولد انجرح او وقع بالباحه او شيء، بس يعقمونه اذا احتاج خياطه، طبعا نقله لاقرب مركز طبي واقرب مركز صحي. في مدارس انا لاحظناها او روضات في تعاقب بينه وبين طبيب معين للمدرسه، استشارته بحال صارت اي اعراض من هذه الاعراض عشان ياخذوا الاجراءات اللازمه. نعم، نصائح اخيره بتحب توجهها لكل مين عم بيتابعنا؟ طبعا كل عام وانتم بخير، يعني هلا الموسم الدراسي بلش بهالبدايه، فبنتمنى منكم من الجميع طبعا الالتزام بوجبه الفطور الصباحيه، الالتزام بالكمامه، بالمواد التنظيف، المواد المعقمه كامله، يكون كل طفل بشكير خاص، صابون خاص، مشان ما يكون في عدوى، الكاس الخاص بالطفل، الحمامات المدرسيه طبعا يكون في عنايه اكثر في موضوع النظافه مشان ما تنقل الامراض اللي عم تكون من طفل لاخر. الحنفيات المدرسه ينتبه تماما انه الطفل يغسل الحنفيه وقت بيفتحها وبيشرب منها وقت بيخلص مشان ما يعدي باقي زملائه. طبعا هذا الكلام بعمر 6 سنين 12 سنه الطفل عم يستوعب معنا، فهون بتوقع اطفال باعمار اصغر يعني بالروضات الخاصه هدول بخوفوا يعني طبعا. هدول الامراض كيف عم تجي لعندك على العياده؟ شو اكثر الامراض اللي عم تجي بالروضات؟ الروضات الصغار بصراحه التهابات المعده والامعاء هي الداجه اكثر شيء، الرشح والقريب هو اكثر شيء موجود. احيانا عم نشوف التسنين بالاعمار من سنتين لثلاثه اذا كان حضانه اطفال كمان عم تراجعنا. الترفع الحراري كمان هنيك عم يكون موجود بهالاعمار الصغيره. بهالاعمار الصغيره احنا بنركز اكثر على النيرس او الانسان الطبيب الانسه المهتمه بالطفل اللي واقفه معه بشكل مباشر، لانه هذا لا حيعرف يجيب اكل ولا حيعرف يفتح حنفيه ولا حيعرف يساوي شيء. فاي مسؤوليه حتكون هون واقعه على عاتقه للمشرفه المباشره على هذا الطفل. بالنسبه لموضوع التلقيح، حضرتك ذكرتي انه بتتمنى يكون في لقاحات، وفعلا صار في لقاحات لأطفال. في شركه سبونتا او فايزر انا ما اذكر عملت لقاح خاص بالاطفال من 6 ل 12 سنه. حلو. هذا اللقاح حاليا عندنا ما اخذ ترخيص يعني، بس عم يدرسوا هذا الموضوع. تم اجراء خطوه طبعا بسبب وجود المتحول الهندي اللي اصاب اطفال بشكل كبير. نعم. يعني للاسف انه اطفالنا مضطرين يكونوا بهي المرحله، يعني كان في فاقد تعليمي نوعا ما بالسنوات الماضيه، بنتمنى او بالسنه الماضيه بنتمنى اكيد هي السنه نقدر نعوض للاطفال، نأمن لهم الحمايه اللازمه، ويعني كل الاجراءات الوقائيه نحاول نعلمها لطفلنا. وهون كمان في جانب توعوي على المدرسه بجانب الاهل لازم ياخذوا فيه. دكتور شو بتحب توجه كلمه ان كان للكادر التدريسي للاهالي بما يخص المتحور الهندي تحديدا؟ هلا اول شيء احنا بنتمنى من الكادر التدريسي، لاحظنا بادره حلوه بالفتره الماضيه انه في منهم صاروا يعوضوا الفاقر التعليمي خلال فتره الصيف، هي شغله كثير حلوه، يعني ما في مقوله او شيء مثبت انه المدرسه لازم تكون بالشتاء، يعني اذا كان عندنا امراض بالشتاء وين المشكله اذا نقلنا مدرسه للصيف؟ مو هالقصه يعني، فينا نقلب بالعطله الصيفيه للشتاء والشتاء والمدارس بالصيف، اذا كان الصيف اخف من ناحيه انتشار الفيروس. بنلاحظ من الاساتذه كمان انه يشرفوا على موضوع التباعد المكاني بين الطلاب، يعني ما يكون في اكتظاظ بعدد الطلاب. موضوع الباحات يعني اذا كان صراحه مثلا ممكن يكون في كثير تزاحم بالباحه، ممكن نخفف فترتها او بس الطفل يطلع ياكل الساندويتش او شيء ويرجع. نعم. متاكد انه يكون في تساهل بموضوع التقارير الطبيه، يعني انا احيانا شفت مدارس انه قلنا له انه في شك اصابه متحور هندي طلب مسحه او طلب بي سي ار، ما بدنا نحمل الاهالي ما نحملهم فوق طاقتهم، يعني ما حيحسن الاب يعمل بي سي ار لابنه، بس وجود طفل مصاب هذا الشيء اكبر بكثير من اي شيء ثاني. طبعا
يعني اكبر من اي داس حيروح واكبر من اي فحص حيلتغى. اكيد نعم، يعني هون دور المدرسه كثير كبير. فرح اذا شافوا طالب شوي عنده هيك هدوء او خمول تماما. فعلا انه يعطوا هي الملاحظات للاداره ولا الاهل. نحن بنتمنى السلامه والصحه لكل اطفالنا بالموسم الجديد الدراسي. أكيد يا رب يمر على خير على الكل يا رب. شكرا لوجودك دكتور لكل المعلومات اللي اعطيتنا.